يا دبدوبي يا حبيبي. دبدوب محمد حبيبي. ماي بوي محمود. محمد محمود. محمد محمود. محمد ألف سلام عليك، وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول. أنا عندي ثقة فيك كبيرة، ومستني أتفرج عليك إن شاء الله ما ترجع بالسلامة. ألف سلام عليك يا بطل. ألف سلام عليك يا محمد، إن شاء الله تكون بالسلامة، إن شاء الله ترجع بالسلامة. لسه صغير، لسه قدامك عمر طويل واللعب كتير، إن شاء الله ترجع أحسن من الأول يا بطل. شد حيلك. عايزك قوي، وربنا يشفيك ويعافيك، وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول. ان شاء الله هترجع احسن واقوى، دايما عندك عزيمه، وكلنا مستنيينك قوتك هنا في النادي، وجمهور النادي الاهلي كله في انتظارك يا حبيبي. الف سلامه وترجع لنا كده بالسلامه، وكلنا مستنيينك ترجع احسن من الاول واقوى من الاول. الف سلامه عليك، وان شاء الله تقوم بالسلامه ان شاء الله، وترجع اقوى من الاول، وان شاء الله في انتظارك تنور الملعب تاني، وتمتعنا ان شاء الله باذن الله في الملعب. I want to wish you very fast recover. And I want to tell you that the pain you feel today will be the strength you feel tomorrow. All the best and get back soon. وانت مؤمن ومؤمن ان شاء الله تبقى صابر على الابتلاء بتاع ربنا، وكلنا واثقين ان انت ترجع احسن من الاول، كلنا واثقين ان انت من الناس اللي هتعمل اسم وتاريخ كبير في النادي الاهلي. انت شخصيتك شخصيه النادي الاهلي، والناس كلها بتحبك، ومكانتك موجوده عند الناس كلها. ان شاء الله ربنا يشفيك يا حبيبي، وان شاء الله ترجع احسن من الاول، واحنا كلنا واثقين في ده يعني. سلامات يا بطل، ترجع اقوى واحسن، واخواتك هنا كلهم مستنيينك. الف سلام عليك، وان شاء الله ترجع احسن من الاول، ربنا يشفيك ويعافيك. انت قدها ان شاء الله، وترجع احسن من الاول يا حبيبي باذن الله. مستنيينك ترجع اقوى ان شاء الله. ان شاء الله ترجع احسن واقوى من الاول، عشان انت لعيب كويس ولعيب كبير، انا بحبك جدا جدا انت عارف. الف سلام عليك، ربنا يرجعك بالسلامه كده ان شاء الله، وتبقى معانا في النادي قريب باذن الله، ومعانا في البطولات اللي جايه ان شاء الله. ربنا يرجعك هنا بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي ترجع بالسلامه ان شاء الله، وترجع احسن من الاول، وكلنا معاك، وباذن الله حبيبي تقدها. انت راجل وانت قد المسؤوليه، وان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمك وترجع احسن من الاول بكتير. الف سلام عليك يا حبيبي. ربنا يا رب يكرمك ترجع بالسلامه، وانت في اختبار صعب وانت قده، وان شاء الله احنا كلنا في انتظارك. الف سلامه ميدو عليك، وان شاء الله ترجع احسن من الاول وتكسر الدنيا حبيبي. كلنا معاك وفي ظهرك، ومنتظرينك ان شاء الله ترجع اقوى واحسن من الاول بكتير ان شاء الله. الف سلام عليك يا ميدو، وان شاء الله ترجع لنا بالسلامه وترجع تمتعنا تاني يا حبيبي. الف سلامه محمد محمود، وان شاء الله ترجع احسن من الاول. شد حيلك وخلي عندك امل وتفاؤل ان انت ترجع احسن واقوى من اول. احنا كلنا مستنيينك، وكلنا وراك، وكلنا في ظهرك، وانت قدها يا صاحبي، وربنا يكرمك يا حبيبي وترجع احسن من الاول. حبيبي اخوي، ربنا يشفيك يا حبيبي ان شاء الله، وترجع اقوى واحسن من الاول، ورب ترجع بألف سلامه لينا، ورب يجعلها اخر الصفات كده يا رب. يا ميدو ألف مليون سلام عليك يا حبيبي، وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول وتكسر الدنيا وترجع أحسن لعيب في مصر إن شاء الله. محمد ألف سلام عليك يا عم البلد، ربنا يرجعك بالسلامة لينا إن شاء الله. ألف سلام عليك يا ميدو، ترجع لنا بالسلامة بإذن الله، ومستنينك تمتعنا تاني يا حريف. ألف سلام عليك يا حبيبي، إن شاء الله فترة هتعدي وترجع زي الأول وأحسن، إن شاء الله ترجع تكسر الدنيا. ألف سلام عليك يا عالمي، أنت قدها، وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول وهتكسر الدنيا. كده نشوفك في اسرع وقت، وخلي بالك خف الشاورما في المانيا شويه.